ومع وصول جميع الوفود المشاركة في اجتماع 5+1 إلى بغداد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن العراق يتوقع الخروج بنتائج إيجابية من هذا الاجتماع، ويعطي أملا بخصوص الملف النووي المقلق للمنطقة وللعالم بحسب تعبيره. الاستعدادات اكتملت، وكل القضايا اللوجستية والأمنية من أجل أن نعقد مؤتمرا ناجحا، نوفر بيئة آمنة ومريحة للمجتمعين هنا، من أجل أن نتوقع أن تخرج نتائج، نتفائل نحن أن تخرج نتائج إيجابية ممكن البناء عليها. التفاؤل مبني على عدة عوامل. نحن نعتقد بأن اجتماع بغداد سيعطي رسالة إيجابية ولو بسيطة، لكن سيعطي أملا بأن هناك حلولا سياسية لهذا الملف المعقد والمقلق للمنطقة وللعالم. دكتور علي الدباغ يبقى معنا الآن مباشرة على الهواء من بغداد. مساء الخير دكتور علي، أهلا بك في حدث اليوم. أنت تتحدث عن نتائج إيجابية، وحقيقة سمعنا بعض الكواليس قبل هذا الاجتماع منذ فترة تتحدث عن إيجابية تتعلق باجتماع بغداد. هل يمكن أن تميز العربية بتفاصيل عن هذه الإيجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع الاعتراف بأننا لسنا طرف من في المفاوضات، المفاوضات في نقطة حساسة، وإذا تعذرني العربية أنه نتحدث عن تفاصيل، لأن كما قلت الملف مهم جدا للعالم وللمنطقة، وبالتالي لا تزال الآن هناك مفاوضات ثنائية بين الوفود جميعا، ابتدأت منذ الساعة 3 ولحد الآن لم تنتهي، على أمل أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات. هناك أجواء تفاؤل طيبة، نتمنى أن تتوج برسالة من بغداد للعالم بأن هناك حلولا سياسية لهذا الملف. نعم، في اختراقات، يعني احتمال اختراقات دكتور علي؟ على المفاوضات كل شيء متوقع، ويعني نحن كما قلت متفائلون نتيجة الاتصالات العديدة التي أجراها العراق، بأنه هناك تفاؤل في العراق من أن بغداد ستشهد يعني رسالة إيجابية على أقل تقدير، ليست سلبية بخصوص الملف النووي الإيراني. نعم نعم دكتور علي، يعني واضح حماسك، وبفهمه كثير منيح أنه هذا الاجتماع تضمه بغداد. ما هو الدور اللي لعبته العاصمة العراقية في عقد هذا الاجتماع أو في أي اتصالات سبقته، خاصة بظل علاقاتها المميزة مع الطرف الإيراني وأيضا مع الأطراف الدولية؟ هو هذه مصلحة العراق وواجب على العراق، لأنه العلاقات اللي يتمتع بها العراق مع كل الأطراف المجتمعة اليوم في بغداد تؤهله لأن يقارب الكثير من وجهات النظر، سواء ما قبل المؤتمر. مرة أخرى أقول نحن لسنا في أروقة المؤتمر ولا في الاجتماع، لكن بالتأكيد العراق يمكن أن يساهم مع الآخرين في تقريب وجهات النظر وفي نزع فتيل الأزمة والتوتر في المنطقة. حبيت أذكر بأن المؤتمر محاط بسرية وكتمان عالي من أجل إنجاح المفاوضات، لذلك تعذرون أنه إحنا لا نستطيع أن نعطي تفاصيل أكثر، ولا حتى الاتحاد الأوروبي ولا أي من المشاركين يعطي تفاصيل، على اعتبار أنه يعني المحادثات لا تزال في وسطها، ويتمنى الجميع أن تكلل بنتائج طيبة، وهذا ما نتمناه نحن في العراق. أتصور أنه المنطقة أيضا يهمها أن نصل إلى نتائج ورسالة إيجابية من بغداد تعطي تطمينات للمنطقة وللعالم. نعم. طيب دكتور علي، طيب بفهم أنه حضرتك ما بدك تعطي تفاصيل، الموضوع محاط بالسرية، بس رح اسمح لحالي أني يعني اتخطى شوي هذا الخط لأسألك سؤال، يعني حضرتك حر تجاوب عليه أو لا. طبعا في حصل أي اجتماع بين أي وفد من وفود 5+1 والإيرانيين ملفت يعني غير اعتيادي؟ لاحظي ست نجوى أنه المفاوضات كما قلت لك يعني محاطة بالسرية وكتمان عالي، لكنه الوفود كلها اجتمعت مع بعض. الوفد الإيراني اجتمع مع الاتحاد الأوروبي واجتمع مع بعض من الخمسة، وبالتأكيد هناك مواقف وهناك رؤى الآن تنضج
من أجل جولة المفاوضات الثانية التي يعني قدم طبعا في الجولة الأولى كانت الاتحاد الأوروبي قدم رؤية للجانب الإيراني ويتوقع أن تكون هناك ردود في الجولة الثانية. نعم، نحن نتابع باهتمام كبير كما أنتم هذه الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة العراقية. شكرا جزيلا لك دكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، كنت معي من بغداد. وطبعا سنعود إلى الجزء الأخير من حدث اليوم لكن بعد فاصل أخير.